من العاصمة الأردنية عمان مع زملاء من مكتب الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في عمان، وتحديدا لقصة لاجئ من مخيم البقعة. نتابع مع زميل أحمد نزار. مأساتنا مأساة كبيرة، ووقع علينا ظلم كبير من العالم كله. فلنصطفي قريتي كان عدد سكانها سنة 48,200 نسمة، فيها عشائر على عشيرة البرهمية، في القواسمة، في القلدية، في دار أبو عفيفة، في العزة واللحسة، عشائر كثيرة، وكل عشيرة كان لها ديوان، وكانت تجمع هؤلاء الناس المحبة التي تربط ما بينهم. بلدي مشهورة بالزيتون، مشهورة بزراعة الحبوب، مشهورة بتربية الماشية. كنا عايشين بكل هدوء وبكل سلام، كل شيء متوفر عندها، كل شيء موجود عندها، لا نحتاج يعني اقتصاد القرية يكفيها. اقتصاد احنا معتمدين على ما نزرع وما نحصد وما نقطف من زيتون وما نقطف من ثمار وما نزرع من خضروات. كل هذا تلصافي ترى هي أجنادين. أذكر تلصافي هي الأرض التي وقعت عليها معركة أجنادين، هذه القرية الخالدة التي أنا أعتز بالانتماء إليها. قبل معركة الكرامة كانت تتعرض الكرامة إلى هجمات يوميا من اليهود، يوميا تضرب الكرامة. فارتوا انه اتوبنا الى مخيم البقعة، ايش الى البقعة وايش الى مخيم شلندر وايش الى مخيم سوف. احنا كان نصيبنا اتينا الى البقعة، وكانت ارض البقعة ارض زراعية، شهر واحد الدنيا مطر وشتاء والارض وحل، نصبنا خيامنا على الطين، نمنا على الطين، مسكنا برضه مرة ثانية تعرضنا الى هواء شديد وبرد، ومع ذلك صبرنا. ولكن كما قلت احنا شعب جبار. الآن البقعة، هذه البقعة عبارة عن سوق تجاري كبير للواء، ويضم الآن البقعة في داخل 150,000، لأن احنا نعتبر حالنا الآن في المخيم البقعة عبارة عن أسرة واحدة. أنا ما بقول عن خالي من تل الصافي ولا بقول عن حالي بس تبعاوي، احنا الآن عبارة أصبحنا وكأننا أسرة واحدة في هذا المخيم. الآن أنا عندما أعود إلى تل الصافي في داخل إحساس، أنا بسمع عن جدي في أثر معين. بلدنا جاي على تله، بلدنا أول قرية تشرف على الساحل، بلدنا فيها مقام لابس مقام الخضر، بلدنا فيها قبور. أنا في حتى لو أنا ما عمري دخلتها واللي ما عمره دخلها حتى يصل تلك المنطقة بقول هذه هي تل الصافي. ده شيء مش يعني مغروس في داخل نفوسنا، شيء مغروس في داخل. وكثير من الشباب راحوا مباشرة عند وصلوا هاي تل الصافي، هذه هي تل الصافي من معلمها. تل الصافي جاي على تلة على جبل كذا، ومن بينه ومنه تحت مباشرة أرض الساحل، مباشرة الساحل بل تل الصافي آخر الجبل، فيها أشجار الزيتون. هم هدموا أشجار الزيتون وهدموا البيوت، من لم يبقى بيت في تل الصافي، دمروه وبحاولوا يخفوا الأثار، ولكن مهما أخفوا ستبقى تل الصافي في داخل قلبي وفي داخل عقلي، وأزرعها في نفوس أولادي وأحفادي. أنك بظلم وقع على الشعب الفلسطيني ومأساة يتحملها العالم كله.
هنا في هذه الأزقة المليئة بالحكايات يستوطن أمل عمره 75 عاما، أمل شعب بأكمله يمني النفس بالحرية والاستقلال. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، مخيم البقعة، عمان.